للوقوف على ظاهرة النقود المزورة المنتشرة في أسواق العراق واتهام إيران بالوفي خلفها، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا ومرحبا بك أستاذ لبيد. أهلا بكم، حياكم الله. كميات هائلة من فئة 25,000 دينار المزورة تنتشر في الأسواق العراقية، كيف ترى أثر انتشار العملة المزورة على المواطن العراقي ومن ثم الاقتصاد في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد سيكون تأثير هذه العملية، عملية تزوير وانتشار العملات المزورة في العراق، سيكون هناك تأثير سلبي مباشر على المواطن العراقي واقتصاد الدولة. لماذا؟ لأن انتشار نعم أستاذ لبيد ما يفقد القدرة. نعم هناك تقطع في الصوت. نعم، يفقد الثقة بالعملة العراقية، وكذلك يفقد القدرة الشرائية للعملة العراقية، ويؤدي أيضا إلى ارتفاع الدولار العراقي وهو في حالة ارتفاع متواصل كما نعلم، مما يزيد الطين بلة كما يقول المثل. فالمواطن العراقي هو المتضرر الأكبر من هذه العملية، وبالتالي فان الاسعار سترتفع بسبب انهيار العمله العراقيه الناتج عن عمليات التزوير هذه. هنالك اتهام لايران هي التي تقف وراء هذه الاموال المزوره وضخها داخل العراق، ما هو الهدف لايران من ضخ اموال مزوره داخل العراق؟ طبعا هذه التهمه لم تاتي عن فراغ. لماذا؟ لان المستفيد الأكبر من انهيار العملة العراقية هو إيران. كيف؟ لأننا كما نعلم بأن العراق أصبح سوقا مفتوحا للبضائع الإيرانية، لا سيما بأن البضائع الإيرانية معفية تقريبا من التعريفة الجمركية، وبالتالي فأن انهيار العملة العراقية يؤدي بالحقيقة إلى ارتفاع أسعار البضائع الإيرانية في السوق العراقية، وهذا يجر كما نعلم بالفائدة لإيران. إيران كانت لها فعاليات كثيرة متكررة سابقة في مسألة تدمير الاقتصاد العراقي، لا سيما في تدمير المحاصيل الزراعية وحتى ضرب البنى التحتية كأبراج الكهرباء وغيرها. فلذلك فتهمة أول ما تشير إلى إيران لهذا سبب، وإيران تريد أن تستنزف الاقتصاد العراقي لمصلحتها كما نعلم. محافظ البنك المركزي السابق يرجع إصدار فئة جديدة من العملة هو بسبب التطور في أساليب التزييف، هل الحل هو إصدار عملة جديدة لوقف التزوير العملة برأيكم؟ لا 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 تحل المسألة بهذه الطريقة، لأن عملية قدرة على تزوير العملة الحالية فئة 25,000 دينار ممكن أن تتكرر على فئات أخرى من العملة 20,000 أو غيرها، لا سيما أن 25,000 تعتبر بحد ذاتها عملية متطورة تقنيا، يعني العملة فيها صورة وفيها كثير من التقنيات الحديثة. فإذا ما دامت إيران لنقول إيران استطاعت أن تزور هذه العملة فهي قادرة على تزييف عملات أخرى. لماذا؟ لأن إيران ليست بوحدها التي تقوم بعملية تنفيذ التزوير، إيران هناك من يساعدها في هذه المسألة، فإيران لديها أتباع وموالون في العراق ولديها أيضا أذرع في البنك المركزي العراقي وفي حتى في عملية طبع العملة، لديها أيضا من يعاونها في هذه المسألة. لذلك أي تقنية حديثة يستعان بها لاستصدار عملة جديدة فتكون هناك أيضا لدى إيران قدرة على الوصول إلى هذه التكنولوجيا وإلى أسرارها. فأنا لا أعتقد أن هذا الحل مجدي للتلافي عمليات التزوير. نعم. في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق جراء انهيار الدينار وارتفاع السعر أو أسعار السلع الأساسية فيه، كيف ترى موقف الحكومة في بغداد من آثار العملات المزورة؟
موقف الحكومة هو موقف هش طبعا، لأن طالما يعني إذا افترضنا وهذا هو المرجح أن إيران وراء عملية التزوير، فالحكومة لن تستطيع أن تفعل شيئا ضد ذلك. لماذا؟ لأن الخيوط المرتبطة بإيران والموالون والجهات الموالية لإيران التي هي عانت في مسألة التزوير ستكون فوق القانون كما نعلم، لأنها هي تحتل مركز قوة كبير ومدعومة أنها مدعومة من قبل إيران، فلا يمكن للحكومة أن تعاقبها ولا القانون ولا القضاء، لأنها كما نعلم تكررت حالات مماثلة سواء كانت عمليات نهب أو سلب أو عمليات تزوير أو عمليات نصب إلى آخره. كل الذين قاموا بها إذا كانوا مرتبطين بإيران فكانوا فوق القانون، ولم تستطع لا الحكومة ولا القضاء أن يفعلوا شيئا ضده. نعم، عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي كنت معنا عبر الهاتف من مالمو، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.